بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اليوم راح نكمل بموضوع الستدي ديزاينز، وصلنا للأوبزرفيشنال أناليتيك ستدي ديزاينز. أخذنا الكيس كنترول ستدي، اليوم راح ناخذ الكوهورت ستديز. الكوهورت ستديز these are observational analytic studies. مثل ما قلنا the group of study individuals are defined on the basis of a presence or absence of exposure to a suspected risk factor of a disease. على خلاف ما شرحنا بموضوع الكيس كنترول ستدي، في بالكيس كنترول ستدي كانت ال كلاسيفيكيشن على ضوء الديزيز، فنقسمهم الى كيسز وكنترول. لكن في موضوع الكوهورت ستدي راح يكون التقسيم على ضوء التعرض للاكسبوجر، فراح نقسمهم الى اكسبوزد ونون اكسبوزد. So all participants should be free from the disease at the start of exposure. Then the two groups will be followed for a period of time to assess the occurrence of the disease. هذا السيناريو راح ناخذه بالسلايدات القادمة، اللي هو سيناريو ال post اللي هو سيناريو ال cohort study. ف الكوهورت ستدي مثل ما قلنا شغل البوينتر، راح يكون على ضوء الاكسبوجر التقسيم present and absent. زين، بعدين we follow the occurrence of the disease with time. زين، فبالبداية هم نختارهم بدون free of disease، بعدين راح نراقبهم لمدة حسب نوع الديزيز ايش قد نتوقع انه يتكون، ممكن الى years الى decades حسب الديزيز، الى انه development of disease in the two groups، ونشوف انه الدول percentage of occurrence of the disease. بهذه الحالة راح نقدر نحسب الانسيدنس. ليش؟ لانه all the cases او all the population هنا او study population exposed بالبدايه free of disease، فكل اللي راح يكونون الديزيز راح يكون new cases، فاذا نقدر نحسب الانسيدنس ريت الاي على اي بي هاي انسيدنس. وكذلك بال non exposed group ايضا راح يظهر لنا مجموعة من الديزيز، أيضا نقدر نحسب الانسيدنس ريت. فهذا السيناريو of the cohort study. بالبداية قلنا نختار مجموعتين على ضوء الاكسبوجر exposed و not exposed، and we follow them to develop the disease حتى نحسب الانسيدنس of the disease. Strength of this study first establish the temporal relationship between exposure and disease. وهذه طبعا جدا مهمة، مثل ما قلنا هذه من الشروط اللي نقدر نثبت بيها الكوزاليتي of the disease. يعني هذا risk factor قد يكون causal for the disease. ليش؟ لأنه إحنا أخذناهم بالبداية هم كانوا free of the disease، ونعرف ال exposed، فإذا كان مجموعة ال exposure يعني أكثر كان development of the disease، فإذا هذا يدعم أنه هذا risk factor قد يكون causal للdisease. Also, it is useful for rare exposures. Three
examine multiple outcomes of a single exposures. فممكن single exposure مثلا smoking ممكن أن يكون responsible for many diseases, heart diseases, قد cancers, أيضا مثلا ال gastric ulcer. هذه ممكن أنه إذا راقبنا السموكينج زين ممكن أنه نقيس حدوث هذه الأوتكومز كلها مع هذا الديزيز. Allows direct measurement of incidence of the disease among exposed and unexposed group. مثل ما قلنا انه نقدر نحسب الانسيدنس باعتبار كلهم نيو كيسز. الليميتيشنز الكوهورت ستدي بما انه عندنا فولو اب ممكن الى ييرز تكون اكسبنسيف ايضا تكون تايم كونسيومينج اند ذير از ا بروبلم وذ فولو اب اوف ذا ستدي بيرسونيل. يعني متابعه الناس لمده طويله زين تتطلب من عندهم يعني انه يعني من الصعوبة انه يبقون يعني ويانا يعني بعدد كافي, فراح يكون لوست تو فولو اب اللي هو هذا واحد من البايزز اللي راح نشوفها بهذا الستدي ديزاين. حساب الريسك لهذا الديزيز راح يكون بريلاتيف ريسك, لان هنا نقدر نحسب الانسيدنس امونج اكسبوزد زين والانسيدنس امونج نون اكسبوزد نقدر نحسبها من الجدول اللي شفناه قبل شويه زين. فاي على اي زائد ان بي الانسيدنس ان اكسبوزد والسي على سي زائد دي هذا ال 2 باي 2 تيبل اللي شفناه قبل شويه زين يحسب لنا الانسيدنس ان اكسبوزد على الانسيدنس ان نون اكسبوزد هذا ريلاتيف ريسك. بينما بال كيس كنترول ستدي قلنا ما نقدر نحسب الريلاتيف ريسك دايركتلي, فحسبنا الاودز ريشيو اللي يعطينا نتائج مقاربه لنتائج الريلاتيف ريسك. Types of cohort studies إما يكون retrospective cohort study أو prospective cohort study أو MB directional cohort study. فretrospective cohort study هذه مقاربة للكيس كنترول study يعني بالسيناريو, لكن بالكيس كنترول study إحنا أخذنا مجموعتين على ضوء الديزيز, فأخذنا مجموعة كيسز مجموعة كنترول وبعدين سألناهم أو فحصنا عن وجود الديزيز هل الإكسبوجر هل هم إكسبوزد أو أن إكسبوزد. بينما بريتروسبكتيف كوهورت ستدي الأمر مختلف, إحنا راح ناخذهم على ضوء التعرض للإكسبوجر, فراح نقسمهم بالبداية إلى إكسبوزد أند أن إكسبوزد, وبعدين راح نسأل أو يعني نفحص عن وجود الديزيز هل هم ديزيزد أو أن ديزيزد زين. فهذه الـ retrospective cohort study تكون بالفيتشر مالتها مقاربة للفيتشر of the case control study أيضا quick, لأنه إحنا أيضا راح نحكي بالماضي ما راح نتابعهم للمستقبل, ف quick and cheap useful for common exposure and for disease of long latency period. Depends on available exposure and disease data, but these data are usually incomplete and lack information on confounder.
هذا تقريبا يعني الريتروسبكتيف كوهورت ستدي. هذا السلايد يؤشر انه بداية الدراسة بال 2012 او الدراسة هي صارت بال 2012، فاخذ مجموعة من الناس وقسمهم على ضوء الاكسبوجر نون راندومايزد، باعتبار انه كل الاكسبوزد خلاهم بهالمجموعة، كل النوت اكسبوزد خلاهم بهالمجموعة. زين، بعدين اتحرى عن وجود الديزيز، فسجل نسبة الديزيز بمجموعة الاكسبوزد وكذلك بمجموعة النون اكسبوزد. يعني يسأل على الماضي. بينما الـ prospective cohort study the exposure may or may not occur but the disease is definitely not occurred and the cohort should be followed. السيناريو اللي تكلمنا عليه بداية المحاضرة هو يشمل الـ prospective cohort study، يعني أنه ناخذ مجموعتين، مجموعة exposed مجموعة not exposed، من البداية هم كلهم free of the disease، ونتابعهم مع الزمن ونشوف كل مجموعة إيش قد راح يصير عندهم development of the disease. إذا مجموعة الإكسبوجر أكثر يعني هذه ترشح أنه هذا الإكسبوجر قد يكون causal. الفيتشر أنه this very reliable، يعني ذات مصداقية خصوصا بالكوزاليتي. direct assessment of the exposure راح يصير انه بالبداية انه راح نقسمهم على ضوء الاكسبوجر. available information on confounders، فاذا هذه الدراسة اكثر مصداقية. نشوف انه الدراسة اذا بدت بال 2012 ايضا نفس انه البوبوليشن راح نقسمهم على ضوء الاكسبوجر اكسبوزد نوت اكسبوزد، وبعدين راح نراقبهم للفيوتشر until they develop the disease، ونشوف كل مجموعه ايش قد the rate of development of the disease، نحسب الانسيدنس هنا والانسيدنس هنا. الامبي دايركشنال useful for exposure that have short term and long term effects. فمثلا ممكن انه مثل ما قلنا السموكينج، هذا الاكسبوجر ممكن الى انه الافكت اون هارت او اون مثلا gastric ulcer اقدر اعتبره short term، لكن مثلا الإفكت on lung cancer يحتاج إلى فترة أطول. زين، فمثلا أقدر أنه أخذ مجموعة مجموعتين smoker و not smoker هاي على ضوء الإكسبوجر. زين، وأدرسهم retrospectively للماضي، هل هم have a heart disease or not have a heart disease، وأشوف النتائج. زين، نفس ذن المجموعتين راح اتابعهم لكذا سنة لي ممكن انه يصير development of مثلا lung cancer. زين، فهنا اصبح ambidirectional، يعني كأنما حوينا الـ two types of cohort study. فdata are collected retrospectively and prospectively on the same cohort. نجي selection of personnel، احنا قلنا راح نختارهم على ضوء الاكسبوجر، فبالبداية شلون راح نختار الاكسبوزد study personnel. فالpopulation depend on اختيارهم، nature of research question، frequency of exposure under study، هل هم rare الاكسبوجر هل هو rare او كمان. 3 the need
to have complete and accurate information about the exposure and the follow-up. فراح نشوف انه بالريو ديزيز احنا نحتاج انه كأنما جميع الديزيز او الاكسبوز تكون نشملهم بالدراسة، بينما بالكومن ديزيزز لا، راح نحاول انه نبحث عن ايش قد ما الدراسة مالتنا مور اكيوريت، فنختار الاشخاص اللي يساعدوننا بهذا الشيء. فبالنسبة بالرير اكسبوجر مثل على سبيل المثال راديشن، especially exposed individuals are needed. فنحتاج انه ناس اللي متعرضين لل، فمثلا راديشن اعتبر رير بالجنرال بوبوليشن، بينما مثلا لو كانت فد منشأة نووية ممكن انه جميع اللي بيها قد يكون تعرضوا الى شيء من الراديشن، فاقدر ادخلهم بالدراسه بالنسبه للاكسبوزد جروب. احنا هذا كله قاعد نحكي على اختيار الاكسبوزد جروب. Are needed as individuals in certain occupation، مثل ما قلنا كانما منشاه نوويه، او have certain medical treatment، او ناس مثلا عندهم فد درج معين، أو exposed to specific environment or specific event. While لو كان ال exposure common as in smoking, especially chosen population not for exposure status، يعني راح ما نختار كل اللي exposed فقط، but for the ability to obtain complete information، يعني راح نستبعد ممكن انه الاشخاص اللي اعتقد ما راح يعني يفيدوني بالمعلومات، او يساعدون وياي مثلا بالحضور مثلا اوقات الاكزامينيشن او زين. فراح يعني اركز على to obtain complete information and follow-up. زين. Sources of exposure data. شلون أثبت أنه هذه المجموعة هي عندها الاكسبوجر؟ فممكن أعتمد على pre-existing records، خصوصا إذا كان في مصنع أو مؤسسة ممكن موجودة هذه الريكوردز، وتقول لي مثلا هؤلاء الأشخاص عملوا في المكان الفلاني اللي هو environmentally معرض للإكسبوجر، أو information from the study subject، هم منهم هل يعني هم يعطوني المعلومة، أو by direct physical examination or an investigation. زين، ممكن بلاد سامبل او كذا، يعني نشوف انه وجود فد ماده معينه معرضين الها. دايركت ميجرمنت اوف ذا انفايرمنت، او مو على الاشخاص لا، على الانفايرمنت اللي يشتغلون بيها، ونشوف انه اكو فد بوليوتنت مثلا موجود بيها او كذا، فهم معرضين الها. زين، سلكشن اوف ذا كومبارزن جروب، الكومبارزن جروب اللي هي نون اكسبوزد جروب. هسه خلصنا من الاكسبوزد وشلون اختاريناهم ومنين، نجي للكومبارزن جروب اللي هم نون اكسبوزد جروب. They should be similar to the study group. انا يعني بما انه اختاريت بالبدايه الاكسبوزد جروب، فذولا كون similar to the اكسبوزد جروب. زين، ارجو انه تعدلون study group فقط، تكتبون معها exposed group. In all factors related to the disease except the factor under the study. فهم كن نختارهم، نحاول نختارهم اشخاص مشابهين لل exposed group. زين، من ناحية انه الفيتشر اللي تأثر على الستدي ذولا ذني اعتبرهن كونفاوندر. بعدين راح ناخذ تعريف الكونفاوندر،
الكونفاوندر يعني كأنما أذى ريسك فاكتر وهم يسبب الديزيز. زين فهم ما يكون موجودين حتى إحنا أريد الديفرنس فقط بالإكسبوجر اللي إحنا بالدراسة مالتنا الإكسبوجر أندر ذا ستدي. زين except the factor under study. فال selection of the non-exposed group ممكن نختاره بطريقة ال internal comparison group. It is useful when single cohort entered the study and the member are classified into exposure categories. بعض الأحيان راح نختار مثلا فد مصنع معين. زين خلنا نفرض مصنع معمل السمنت نختاره. فالعاملين اللي هم بالبيئة اللي متعرضين للسيليكا زين نبحث نعتبرهم exposed group. زين ونعتبر ونقيس development of silicosis أو CA of lung زين بهاي المجموعة. زين ممكن أن نختار أيضا اللي هم بالمعمل لكن في مناطق بعيدة عن السيليكا. زين خلنا نفرض الناس الإداريين وهكذا نختار هؤلاء الناس من نفس المعمل فذولا نعتبرهم internal comparison group من نفس البيئة. بينما external comparison group when specially exposed cohort enters the study. عندما أنا اختاريت أشخاص يعني من فد environment كل اللي بيها معارضين فلازم أختار ناس يعني هي يفضل أنه أختار internal comparison group لكن من ما موجود أختار ناس بمواصفات مشابهة للناس اللي أخذتهم لكن من other population. وممكن أنه multiple comparison groups أيضا أختار internal زين وأختار external. Sources of the outcome data بعد ما اختاريت المجموعتين شلون أثبت حدوث outcome أو disease. فال goal to obtain complete, comparable and reliable information on subsequent disease occurrence in both study groups. أنا هذا الغاية مالتي أنه أحصل على معلومات وكون هذه comparable للمجموعتين بنفس الطريقة ما يصير مجموعة الإكسبوجر عاملها بشكل أو أستخدم فد investigation وبمجموعة الـ non-exposed أستخدم other investigation أو less مثلا specific و source will depend on available resources, nature of the outcome يعني هنا source of information. Procedures for identifying outcome should be applied equally to both groups. Sources of outcome data يعتمد انه اذا اني الـ outcome النهائية اذا كان death بالفيتال outcome death certificate which is reliable if the goal is total mortality. إذا أني الجول مالتي فقط أثبت ياهو أكثر rate of mortality between exposed and non-exposed فتكون death certificate كافية أن أثبت بها هذا rate. But it is not reliable if the goal is the cause specific mortality. لكن إذا أنا أريد أثبت أنه هذا الإكسبوجر زين سب أو الديث بسبب الديزيز اللي أنا أبحث عنه قد يكون الديث بالحالة الأولى قد يكون الديث هنا أكثر لكن مو فقط لهذا الديزيز أنه حدث ديث هذا بالهارت وهذا due to infection
زين، لكن إذا أريد أثبت أنه الديث due to this disease، لا، هنا يجوز أحتاج إلى أنه تشريح زين و histopathology حتى أثبت أنه الديث due to this disease. بالنون fatal outcome شلون أثبت outcome؟ قد يكون by medical records اللي هي تجيني من الفيزيشن ريكوردز، ديسشارجنج ريكوردز اند سو اون، يعني من المؤسسات الصحيه، من السجلات، او دايركت فروم ذا بارتيسيبنتس، شود بي سبورتد باي اذر سورسز، او يعني من الناس من هم الاشخاص الداخلين هم يقولوا لي انه احنا وي ديفلوب ذس ديزيز، لكن طبعا لازم تدعم ب يعني تقارير طبيه، داتا فروم بيريودك ميديكال اكزامينيشن، او من خلال انه الفحوصات الدورية خصوصا بالمعامل والمصانع، هذه لازم انه يعرضون او يطالبون ب periodic medical examination كل فترة، كل مثلا كذا شهر يسوي لهم فحوصات عامة خصوصا بال إذا كانوا معرضين إلى فد hazardous exposure. طبعا هذه expensive and time consuming. The method of assessment of outcome should be the same for both groups حتى نقلنا النتائج تكون comparable. نجي للبايزز اللي ممكن نشوفها بحالة الكوهورت ستدي. عندنا الانفورميشن بايز اللي هو تقريبا هذا يعني غالبية أنواع الستدي ديزاين موجود. If the quality and extent of information obtained is different for exposed persons than for non-exposed persons. زين، فإذا كان الشخص اللي يستحصل المعلومات يتعامل بشكل مختلف في تثبيت المعلومة بين الاكسبوزد وبين النون اكسبوزد. مس كلاسيفيكيشن، هذا ايضا قلنا انه قد يكون الخطأ بالبداية بادخال الاشخاص لل كإكسبوزد بينما هو نون إكسبوزد، نخليه بالمجموعة الخطأ بالبداية، وبعدين بالتثبت أيضا من الأوتكم. زين، قد يكون هو نون ديزيزد ورونجلي نثبته ديزيزد، وأيضا فهذه مس كلاسيفيكيشن بايز. النون ريسبونس بايز هذه من البايزز المهمة بالكوهورت ستدي، انه بالبداية ما يشتركون ويانا بالدراسة، ما يقبل انه يتعاون ويشترك بالدراسة. فنون ريسبونس كان انتروديوس ميجر بايزز ذات كان كومبليكيت ذا انتربريتيشن. فمثلا بالنيرس هيلث ستدي، يعني هنا هذه دراسة مهمة، يعني اختاروا فيها بها فقط النيرس باعتبار انه يعتبرون more cooperative with the study. زين، فمن استهدفوا 172 ألف نيرس، only 122,000 accepted، about 71% ال response rate. الفارمنغهام ستدي هذه استهدفت الدكتورز، رغم ذلك من 6507 4469 69% الريسبونس ريت. زين، بينما مور ذان 30% ريفيوز تو ريسبونس.
non-response can affect the generalizability. كل ما كان أكبر it affect the generalizability of the study, but not the validity, unless the non-response is related to the exposure and the study. Last important potential bias in cohort study, اللي هو loss to follow-up bias. هذه انه مشتركين بالدراسة لكن ما يكملون ويانا. قد we miss them maybe immigrate, يعني خصوصا اذا كانت الدراسة for many years, for decades. زين فالناس ذولا قد انه نفقدهم اما انه يملوا ما يشترك يرفض المتابعة او انه يهاجر من المنطقة اللي بيها ولأسباب اخرى. This ratio high will affect the validity of the study. اذا كان loss to follow up high rate مالتها will affect the validity of the study. This is a particular problem if the loss to follow up is different between the group. إذا كان ال loss to follow up متساوي between the two groups ما يأثر يعني بشكل كبير. لكن إذا كان مثلا هذا ال loss to follow up أكثر مثلا بحالة ال exposed group أو بال non exposed group راح يأثر على المصداقية مالت الدراسة. آخر شيء راح ناخذ فد جدول يقارننا بالليميتيشن بالبايزز between the four observational studies, الإيكولوجيكال study أو الكوريليشنال study, cross-sectional, case control والكوهورت study. نشوف إنه selection bias نلقاه هاي بالcase control study. The recall bias more in high also in case control study باعتباره أيضا يعتمد على التذكر والcross sectional study أيضا. Loss to follow up high in cohort study. Confounding high in ecological study باعتبار انه ما يستهدف الـ persons, يستهدف الـ population, فقد يكون الفرق due to other confounding او other risk factors. Time required اكيد الـ cohort study هي بها متابعة وبها time. الكوست ايضا الـ cohort study تكون اكثر من غيرها. أرجو أن تكون المحاضرة واضحة, وإذا كان عندكم سؤال أرجو أن ترسلوا لي على الكلاس روم. Thank you.